أهلا بكم مشاهدينا الكرام. غادرت ليلة أمس بعثة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم العاصمة البحرينية المنامة متجهة إلى مسقط لبدء التحضيرات النهائية لملاقاة عمان يوم الثلاثاء القادم في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائية كأس آسيا في الإمارات 2019. هذا وتمكن المنتخب الفلسطيني من تحقيق التعادل السلبي في المباراة الودية أمام شقيقه البحريني في البروفة الأخيرة قبل المباراة المقبلة. هذا ويتصدر المنتخب الفلسطيني مجموعته 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، وهو المنتخب الوحيد في كل المجموعات الذي نجح في حصد العلامة الكاملة. تتوالى التقارير الصحفية التي تتحدث عن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع فريق ريال مدريد الإسباني، ووفقا لصحيفة ماركا فإن المدرب الفرنسي لم يبلغ حتى الآن رئيس النادي فلورنتينو بيريز بقراره الأخير سواء بالبقاء كمدرب للملكي في الموسم المقبل أو الرحيل. وأضافت الصحيفة أن نية بيريز هي الإبقاء على زيدان، والذي حصل مجددا على ثقة الإدارة في الفترة الأخيرة. يذكر أن عقد زيدان الحالي مع ريال مدريد سينتهي في صيف عام 2020. تأهلت اللاعبة الأمريكية المخضرمة فينس ويليامز إلى الدور الثالث لبطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد فوزها على الروسية ناتاليا فيكلينتسيفا بمجموعتين دون رد. ورغم أن الروسية كسرت إرسال ويليامز مرتين في المجموعة الثانية، إلا أن الأمريكية المخضرمة مضت لتفوز باللقاء بمجموعتين دون رد لتتأهل إلى الدور الثالث، حيث ستلتقي بالهولندية كيكي بيرتينز. اليابانية نعومي أوساكا المتوجة مؤخرا بلقب بطولة إنديانا ويلز للماسترز فجرت مفاجأة مدوية بإقصاء الأمريكية سيرينا ويليامز من بطولة ميامي للتنس. اللاعبة اليابانية سيطرت على المباراة وكانت لها الكلمة العليا، حيث احتاجت لساعة وسبعة عشرة دقيقة فقط من أجل هزيمة سيرينا وإقصائها من البطولة. ووصلت النجمة سيرينا ويليامز خيباتها المتكررة منذ عودتها للملاعب بعد الحمل والولادة، حيث ودعت بطولة ميامي الأمريكية المفتوحة من الدور الأول. نهاية جولة